أهلا بكم. وافقت منظمة أوبك على تمديد خفض إمدادات النفط لمدة 9 أشهر، وذلك بعد تجاوز الأعضاء خلافات دعم سعر الخام. وقالت المنظمة إن الأعضاء توافقوا على تخفيض سعر النفط حتى آذار 2020 وسط تراجع الاقتصاد العالمي وارتفاع الإنتاج الأمريكي. يذكر أن خام القياس العالمي برنت قد ارتفع بما يزيد عن 25% منذ بداية العام، بعدما شدد البيت الأبيض العقوبات على فنزويلا وإيران العضوين في أوبك، وهو ما أدى إلى انخفاض صادراتهما النفطية. أعلنت وزارة النفط في العراق تراجع صادراتها من النفط في حزيران الماضي. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد إن الصادرات انخفضت بنسبة 4.6% على أساس شهري إلى ما دون 106 ملايين برميل، وأشار إلى أن إجمالي إيرادات مبيعات النفط الخام قد انخفضت إلى ما دون 6 مليارات دولار، وأضاف أن مجموع الكميات المصدرة من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق انخفضت، وكذلك تلك المصدرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان التركي. قالت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية إن 3 ملايين عامل أجنبي يعملون داخل العراق يمثلون خطراً على المجتمع. وأضاف عضو اللجنة فاضل الفتلاوي إن الإحصائيات تؤكد أن العمال الأجانب يحصلون على فرص عمل لا يحصلها العامل العراقي. وأشار الفتلاوي إلى أن كل الإمكانات موجودة لتوفير فرص العمل، ولكن سوء الإدارة والفساد وتراكمات السنوات الماضية دقت ناقوس الخطر من تزايد أعداد البطالة وانعدام فرص العمل لهم. قال مجلس محافظة نينوى إن المحافظة سوقت أكثر من 750 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير إلى وزارة التجارة. وأضاف عضو المجلس حسام العبار إن عمليات الحصاد في المحافظة وصلت لأكثر من 75%، وقد تم تسليم أكثر من 400 ألف من محصول الشعير و350 ألف طن من محصول الحنطة. وأشار العبار إلى أن محافظة نينوى ستسلم أكثر من 1 مليون طن من الحنطة ورقم مماثل من الشعير، داعيا الحكومة إلى الإسراع في فتح مخازن جديدة لاستقبال المحاصيل الزراعية وكذلك صرف الأموال المخصصة للفلاحين. حدد مصرف الرافدين مدة تسديد قروض السيارات للموظفين والمتقاعدين بالتقسيط ولفترة تصل إلى 5 سنوات يتضمنها 3 أشهر كفترة إمهال. وقال المصرف إن منح قروض السيارات للموظف أو المتقاعد يكون من الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف مع حاملي البطاقة الإلكترونية. وأضاف المصرف أنه يشترط على طالب القرض من الموظفين أو المتقاعدين أن تكون السيارة المطلوب شراؤها ذات مواصفات ومنشأ عالمي رصين. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل لختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.